أنا سعيد جدا باللي موجود وباللي شفناه. أنا يمكن حضرت مراحل كتير للقناة، بس بصراحة المرحلة دي مختلفة جدا. النهاردة يعني يوم 27/7 ده بالنسبة لي هيبقى يوم للتاريخ. يعني سعيد جدا بالتطوير من ناحية السيت اب، من ناحية الناس المتواجدة كأسماء كنجوم. خطة التطوير اللي سمعناها واللي الناس هتشوفها حاجة جميلة جدا، أنا سعيد بها جدا، ودي أحلى هدية. يعني أنا بتشرف إن أنا في مجلس إدارة عاصر يوم جميل زي ده، ودي أحلى هدية بنقدمها لجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. إن شاء الله دي حاجة يعني يتبسطوا بيها ويتشرفوا بيها إن إحنا منتميين لاسم كبير زي اسم النادي الأهلي، عنده قناة زي قناة النادي الأهلي بالشكل ده. السيت أب رائع، التيم اللي شغال على أعلى مستوى، الوجوه الجديدة أو الناس المقدمين حاجة جميلة جدا. مفيش أحلى من إن تبتدي القناة وتفتتح بحد زي كابتن مصطفى عبده، حاجة تاريخ كبير جدا للنادي. يعني أنا شايف إن يوم 27/7 ده يوم للتاريخ، كلنا بنتشرف إن إحنا كلنا شاركنا فيه، إذا كان الناس العاملين في القناة أو جمهورنا اللي بيتفرج علينا أو إحنا كأعضاء مجلس إدارة، إن إحنا نشارك في يوم زي ده ونبقى متواجدين في يوم زي ده. أنا لمست تغيير القناة على مراحل مختلفة، لكن المرة دي الموضوع مختلف تماما. أنا شايف إن ده عصر جديد للإعلام الأهلاوي، هيبتدي من النهاردة إن شاء الله. بنقول لهم بالتوفيق، وإن شاء الله بداية قوية ومنها الأعلى بإذن الله. ودي أقل حاجة طبعا نقدمها لجمهور النادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي، وبإذن الله هتبقى قناة النادي الأهلي ومنصة النادي الأهلي المنبر اللي هنقدر من خلاله نوصل كل اللي نفسنا فيه، وناخد إن شاء الله اسم النادي كمان وكمان ونعلى بيه لفوق بإذن الله.